إذن مشاهدينا الكرام، حول إغلاق السوق المالية السعودية نرحب بضيفنا محلل الأسواق المالية الأستاذ علي الزهراني. أهلا وسهلا فيك أستاذ علي، مساء الخير. أهلا، مساء النور. نعم، ما هو تعليقك على اللون الذي أغلق عليه المؤشر اليوم؟ نعم، في البداية فعلا المؤشر هو ربما الفترة الماضية قد استطاع تحقيق الكثير من المكاسب، في ربما يعني ظل وجود يعني دخول سيولة كبيرة للسوق في المرحلة الماضية. وحاليا لهذا اليوم هو ما زال المؤشر يعطي المزيد من الانطباعات الإيجابية، أن هنالك بالفعل رغبة من كثير من المتعاملين، وخصوصا المتعاملين الذين ربما يهدفون إلى تحقيق مكاسب من عمليات المضاربة، لأن ما زلنا نلاحظ أن هناك توجه مستمر نحو الشركات الأصغر حجما. لهذا اليوم تحديدا كان السوق افتتح يعني على هبوط يقارب ربما يعني النقطة المئوية الواحدة، ولكن استطاع مع الإغلاق تقليص تلك الخسائر، واستطاع الإغلاق على تقريبا أقل من 10 نقاط. وبالتالي الانطباع الإيجابي هنا يعبر أن هناك بالفعل رغبة من كثير من المتعاملين للدخول للسوق. ربما يكون كما أسلفنا في لقاءات سابقة أن السوق حاليا يعتبر من أفضل القنوات الاستثمارية ذات التكلفة المحدودة نسبيا. ربما يعني نقطة الجديرة يعني الذكر حاليا عن التوجه نحو الأسهم ذات الطابع المضاربي، ربما يفسر في مرحلة معينة أنها سيولة ساخنة تدخل الأسواق بهدف اقتناص بعض الفرص. نشاهد في الفترة الماضية أن هناك الكثير من الشركات ذات الوزن الصغير هي ما زالت يعني تستأثر بالسيولة النسبية المرتفعة التي لم نشهدها ربما في خلال يعني. نعم. طيب أستاذ علي، يعني البعض ذكر أنه ربما يعود أو نعود إلى سيناريو عام 2006 من السيولة المضاربية العالية التي شاهدناها فجأة في السوق السعودية، ما رأيك في هذا؟ يعني مثلا هذه التوقعات أو هذا التخمين؟ أعتقد أن إذا ما درسنا السيولة فيجب دراستها بتعمق. هل السيولة عندما تعود إلى مستويات تاريخية قديمة هذا دليل صحي أو دليل يعني ربما سلبي؟ باعتقادي أن السيولة في مرحلة معينة يمكن أن تكون سيولة نسبيا يعني مضللة للقراءة الاستثمارية، بمعنى أن أحيانا السيولة تكون هي سيولة مضاربية تستهدف الدخول لفترة قصيرة ثم بعد ذلك جني الأرباح وتخلق حالة من الهلع ربما في الأسواق. هذه الحالة سوف تؤدي لبيوع عشوائية تعيد المؤشرات إلى مستويات الخوف، مستويات الهبوط الحاد. ولكن من الناحية الأخرى، إذا ما كانت السيولة تستهدف عمليات استثمارية وتركز في شركات ذات عوائد وذات يعني أرقام مالية جيدة، فإن هذا يعتبر من السيولة النسبية المفيدة للأسواق. حاليا الملامح الأولية تشير إلى أن السيولة بالفعل هي في تحسن. أسلكنا في لقاء سابق وكان بوضوح أن المؤشر فوق مستوى 8000 سوف يشهد سيولة فوق مستوى 10 مليار، وما زلت أكرر أن السوق يعني يستهدف مستويات ربما قريبة من 8400 إلى 8500 نقطة، ولكن بعد هذا المستوى سوف يكون لدينا ربما عمليات جني أرباح بشكل سريع، ربما تكون يعني بعض الشركات سوف تتأثر. ولكن على المدى البعيد ما زلنا ننظر بإيجابية للسوق. السوق في عام 2000 تقريبا 21 أو 22 سوف يكون لديه. طيب يعني أستاذ علي، نعم أستاذ علي، يعني هناك معادلة نشهدها يوميا، يعني السوق يرتفع بدعم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ولكنه يتراجع بدعم من القياديات، كيف ذلك؟ في علم التحليل التقني للأسواق المالية هنالك ما يعرف بالعلاقة النسبية ما بين حركة الأسهم، وتعتمد في القراءة المالية على مدى تأثر بعامل بيتا الذي يشكل مدى التزامن أو مدى يعني الحركة المتزامنة ما بين المؤشرات القياسية الرئيسية وما بين أسهم الشركات. لذلك نرى أن في الدورات الصاعدة تبدأ الحركة من الأسهم ذات الوزن الصغير، ثم بعد ذلك تتحول السيولة نحو الأسهم الثقيلة. لماذا؟ لأن الأسهم ذات الوزن الصغير يسهل السيطرة عليها بهدف خلق انطباع إيجابي في الأسواق أن هنالك بالفعل رغبة لحركة تصاعدية، فبالتالي يقوم يعني صغار المستثمرين بالدخول لمرحلة تسمى مرحلة مشاركة العامة أو Public Anticipation. هذه المرحلة يدخل الكثير من المتعاملين الصغار للسوق
بعد رؤية الارتفاعات القياسية، ثم بعد ذلك تتم عمليات جني الأرباح في تلك الأسهم الصغيرة والتحول نحو الأسهم القيادية التي سوف تكون أقل حدة في الهبوط إذا ما حصل التصحيح. نعم. فبالتالي هذا السلوك هو معروف ومتكرر. نعم، إذا شكرا لك الأستاذ علي الزهراني المحلل المالي من جدة، شكرا لك وأهلا وسهلا.